أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في الحديث السابع من باب في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها من كتاب الكافي الشريف عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع وهو آخر مقاطع الحديث السابع الإمام الباقر عليه السلام يفسر آية من القرآن أو يفسر آيتين من القرآن في سورة الحج الآية السابعة والسبعين والآية الثامنة والسبعين، في هاتين الآيتين يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس مضمون هذه الايه ايضا وردت في ايات اخرى من سوره البقره الله سبحانه وتعالى لحكمته في يوم القيامه يضع الموازين القسط ليظهر عدله وفضله الله سبحانه وتعالى قادر على ان يحشر المؤمنين الى الجنه من دون ان يحاسب احدا منهم او يحشر الكفار الى النار من دون ان يحاكم احدا منهم ولكن حكمته اقتضت ان يظهر عدله في اهل النار وحكمته اقتضت ان يظهر فضله في اهل الجنه ولذلك قدر يوم القيامه في ذلك اليوم الله سبحانه وتعالى ياتي بالناس جميعا ولا يغادر منهم احد وامام الاشهاد تتضح الحقائق لجميع الناس فاهل النار يتضح استحقاقهم للنار وهم يقرون بذلك فيساقون الى النار واهل الجنه يظهر للجميع فضلهم ثم بعد ذلك يظهر بان الله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم بالجنه ومن ضمن الأمور للحساب الشهادات يعني الله سبحانه وتعالى يشهد على الناس بعض خلقه في التفاسير التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ويؤيد هذه التفاسير العقل ايضا ان الامه التي تشهد على الناس المقصود بهم الائمه عليهم الصلاه والسلام لان الانسان اذا لم يكن عالما بشيء فشهادته تكون شهاده زور فلا بد للشاهد ان يكون عالما ان تكون له رؤيه للامور لكي يشهد عليها الناس المؤمنون العاديون مجال علمهم منحصر يعني افرض مؤمن عادي في مجتمع هل يعلم ببواطن الناس في غالب الامور كلا. هل يعلم بغالب افعالهم الافعال التي يرتكبونها في خلواتهم او في الاماكن الذي هذا لم يكن موجودا؟ لا يعلم بذلك. نعم قد يشاهد بعض الاعمال فيعلم بها، لكن غالب الاعمال لا يعلم بها إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أعلمه بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم رسوله صلى الله عليه واله والأئمة عليهم الصلاة والسلام، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هل المقصود جميع المؤمنين؟ كلا جميع المؤمنين لا يعلمون بغالب أعمال سائر الناس. فالمراد من هؤلاء المؤمنين مجموعة خاصة. من هم هؤلاء المجموعة الخاصة؟ الذين اعلمهم الله سبحانه وتعالى، والامر ينحصر في الرسول وفي الائمة من اهل البيت، لانه اتفق المسلمون اجمع من الشيعة وغيرهم ان سائر الناس من المؤمنين وغير المؤمنين الله سبحانه وتعالى لم يطلعهم على الغيب وانما اطلع رسوله صلى الله عليه واله والرسول اخبر الأئمة من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام فبالنسبه الى غير الرسول وغير الائمه من اهل البيت هناك اجماع بين المسلمين زين فهل هذه الايه لا مصداق لها اذا الايه لا يكون لها مصداق تكون لغو والله سبحانه وتعالى لا يعبث ولا يلغو فإذا لابد من مصداق لهذه الآية والمصداق ينحصر في الرسول وفي الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الرسول يشهد على الأئمة لأن الله سبحانه وتعالى أعلمه بأفعال الأئمة يشهد على أنهم قد أدوا المهمة الملقاة على عاتقهم. يعني الرسول صلى الله عليه واله يشهد على امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى الامام الحسن وعلى الامام الحسين الى الامام المهدي عليهم جميعا الصلاه والسلام يشهد على جميعهم بانهم قد ادوا المهمه هسه اذا الناس الكثير منهم لم يهتدئ فهذه مشكله الناس وليست مشكله الائمه كما ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام قد ادوا المهمه التبليغيه الملقاه على عاتقهم باحسن اداء، هسه اذا الناس لم يهتدوا او اكثر الناس لم يهتدوا فانما هذا لا يرتبط بالائمه والانبياء عليهم الصلاه والسلام قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا هذا من شقائهم حيث انهم بسوء اختيارهم اختاروا طريق الضلال، ولانهم اختاروا طريق الضلال الله سبحانه وتعالى تركهم وشانهم ولم يهدهم الى الصراط المستقيم. فالرسول يشهد على الائمه بانهم قد ادوا ما عليهم. والائمه يشهدون على الناس، كل امام يشهد على الناس الذين كانوا يعاصرونه، يعني امير المؤمنين يشهد على الناس الذين عاصرونه عاصروه من بعد رسول الله صلى الله عليه واله الى يوم استشهاده، وكذلك الامام الحسن وكذلك الامام الحسين وهكذا، والامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يشهد على اعمالنا في يوم القيامه. يشهد لانه يعلم، لماذا يعلم؟ لان الله سبحانه وتعالى اعلمه بذلك حتى لا تكون الشهاده شهاده زور. هسه البعض شنو يقول؟ يقول شهاده الامه الاسلاميه باجمعها. زين في الامه الاسلاميه ناس فساق. ناس لا تقبل شهادتهم على اتفه الامور. فهذا الشخص الذي لا تقبل شهادته على أتفه الأمور في يوم القيامة يجي يصير شهيد على الناس ويشهد عليهم هذا يعقل أصلا في الحديث الشريف عن الإمام الصادق فإن ظننت أن الله عنا بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع تمر على ثلاث كيلوات تمر لا تقبل شهادته لأنه إنسان كاذب، لأنه إنسان فاسق. أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها بحضرة جميع الأمم الماضية؟ هذا معقول أم لا زين فالرسول يشهد على الأئمة بأنهم قد أدوا تكليفهم والأئمة كل كل إمام يشهد على الناس الذين كانوا يعاصرونه وأيضا الله سبحانه وتعالى يشهد بعض المؤمنين من الأتقياء أو الورعين يشهدهم على ما رأوه يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يشهد الرسول على الأئمة الإمام أمير المؤمنين يشهد على الناس الذين عصروه كذلك هناك مجموعة من خلص المؤمنين مثلا كعمار ابن ياسر هذا صحيح انه لم يشهد كثير من القضايا فلا يتمكن من الشهاده عليها في يوم القيامه، لكنه شهد بعض الامور. على تلك الامور الله سبحانه وتعالى ايضا يشهد هؤلاء المؤمنين، وتقبل شهادتهم لانهم ثقات، لانهم مؤمنون ولانهم قد شاهدوا تلك الامور التي يستشهدهم الله سبحانه وتعالى فيها. زين. نجي الى هاتين الايتين من سوره الحج. فيها مقاطع الامام في هذا الحديث يستشهد بهذه المقاطع. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، الشهاده الكامله في كل الاعمال ومن جميع الجهات. شهادتهم مقبولة لأنه لا اختلاف في شهادتهم علمهم إنما اكتسبوه من الله سبحانه وتعالى إحنا أحيانا قد نخطئ حتى الإنسان الثقة الإنسان الثقة قد يخطئ تشوف أحيانا الإنسان في سمعه في رؤيته في ذاكرته قد يخطئ وهذا لا يخل ب... وثاقته ولا بقبول شهادته لكن الشخص الذي تقبل شهادته في كل شيء ومن جميع الجهات وفي كل الجهات لابد أن يكون معصوما لا يخطئ فلذلك شهادته متطابقة مع الواقع مئة في المئة زين فإذا مجموعة معصومين هؤلاء شهدوا شهادتهم متطابقة لا تكون متخالفة يمكن أحيانا مجموعة من الثقات يذهبون إلى المحكمة ليشهدوا قد يختلفون في بعض الأمور قد يخطئ أحدهم في بعض الأمور لعدم عصمتهم والإنسان محل الخطأ والنسيان والغلط لكن هؤلاء الذين يستشهد بهم الله, بهم الله سبحانه وتعالى من كل الجهات وفي كل الجهات هؤلاء لا اختلاف في شهادتهم لا اختلاف في علمهم لان هذا العلم من الله سبحانه وتعالى مقطع اخر في هذه الاية الله سبحانه وتعالى يقول وجاهدوا في الله حق جهاده جاهدوا في الله حق جهاده، يعني الجهاد الحق. إذا الرسول صلى الله عليه واله يكون حاضرا، أو الإمام المعصوم يكون حاضرا وهو مبسوط اليد. الجهاد العسكري تحت لواء الرسول، وتحت لواء الإمام المعصوم، هذا مصداق من مصادق حق الجهاد. يعني الذي كان في زمان الرسول والرسول صلى الله عليه واله امره بان يشترك في غزوه او في سريه فمشاركته في تلك الغزوه او في تلك السريه يكون من حق الجهاد. كذلك بالنسبه الى الامام المعصوم، يعني الذين كانوا في زمن امير المؤمنين فشاركوا معه في قتال الناكثين والمارقين والقاسطين في الجمل وصفين والنهروان هذا جهادهم حق الجهاد وهكذا الذين جاهدوا مع الامام الحسن قبل ان يقعد وجاهدوا مع الامام الحسين في يوم عاشوراء والذين سيجاهدون مع الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف زين في الزمان الذي الامام المعصوم ليس مبسوط اليد السلطه بيد الجائرين والامام لم يسل السيف ولم يامر احدا بان يسل سيفا هنا حق الجهاد يكون في طاعه الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى تارة يامر بالجهاد وتارة يامر بالكف عن الجهاد العسكري. مثلا الرسول صلى الله عليه واله في مكه المسلمون او بعض المسلمين كانوا يريدون الجهاد العسكري وهم في مكه لكن الرسول بامر من الله سبحانه وتعالى امرهم بان يكفوا ايديهم. زين كف يده عن الجهاد العسكري لكن يجاهد جهاد النفس قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإذا حق الجهاد إذا أمر الإمام المعصوم هو الجهاد العسكري وإذا لم يأمر هو جهاد النفس والله سبحانه وتعالى يدفع بهؤلاء المجاهدين العذاب عن سائر الناس يعني نفرض مثلا مثل مثال توضيح الفكرة إذا عدو هجم على مدينة زين مجموعة من الشباب هؤلاء تطوعوا للدفاع عن هذه المدينه ومجموعه تخاذلوا هؤلاء الذين تطوعوا وانتصروا كما دفعوا بلاء العدو عن انفسهم كذلك دفعوا بلاء العدو عن الذين هم في المدينه وحتى المتخاذلين يصلهم نفع هؤلاء المجاهدين الله سبحانه وتعالى بسبب المجاهدين يدفع العذاب الدنيوي حتى عن المتخاذلين، حتى عن المنافقين. الله سبحانه وتعالى يقول: (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) يعني كرامة لرسول الله صلى الله عليه واله، الله لم ينزل العذاب على هؤلاء حتى وان كان فيهم المنافقون. احيانا الله سبحانه وتعالى لا يعذب عذابا دنيويا كرامة لمؤمن لنبي او امام او ولي. وتارة رحمة منه الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف يقول وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا الله سبحانه وتعالى لأنه غفور لأنه ذو الرحمة لا يعذبهم في الدنيا وأحيانا الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم في الدنيا إتماما للحجة يتم الحجة بعد أن تتم الحجة قد يعذبهم كما قال في سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يتم الحجة عليهم أعطاهم العقل لكن يرسل الأنبياء حتى تتم الحجة وبعد ذلك قد يعذبهم احيانا الله سبحانه وتعالى يؤخر العذاب لاعطاء الفرصه لهم ليتوبوا كما يقول في سوره ابراهيم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى هذا بالنسبه الى العذاب الدنيوي فالمؤمن الذي يجاهد مع الرسول والائمه جهادا عسكريا او حينما لم يامروه بالجهاد او امروه بكف اليد يجاهد نفسه يجاهد بالاعمال الصالحه الله سبحانه وتعالى ببركه هذا المؤمن يرفع العذاب عن الجميع لكن هذا العذاب الدنيوي اما في الاخره لا رحمة الله سبحانه وتعالى عامة للجميع في الدنيا، لكن في الآخرة رحمته خاصة بالمؤمنين، في الدنيا الرحمة واسعة، حتى الكفار، وحتى المنافقين، وحتى المحاربين لله والرسول، رحمة الله تشملهم، رزق الله يشملهم، والرحمات التي تجري تشملهم، رحمتي وسعت كل شيء. لكن في الاخره هذه الرحمه خاصه بالمؤمنين لذا الله سبحانه وتعالى يؤخرهم الى يوم القيامه احيانا تاخير العذاب لان هؤلاء معاندون يستحقون عذابا اكبر لكن الله سبحانه وتعالى لا يعذب الا بفعلهم فلذا يمهلهم ليزدادوا اثما فيستحقوا العذاب الاكبر انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. يعني هذا انسان معاند حسب اعماله يستحق درجه من العذاب. لكن هذا الانسان يستاهل عذاب اكثر. الله سبحانه وتعالى لا يعذب الانسان ظلما. فلأن هذا معاند الله يخذله فيمهله حينما يمهله يزداد عذابا، يعني افرض حاكم ظالم قتل انسان قتل الثاني قتل الثالث الله لا ينتقم منه فورا بأن ينزل عليه صاعقة من السماء تقتله ليش؟ لأنه إذا نزل عليه صاعقة من السماء وقتله قصم ملكه أو قصم روحه زين هذا بمقدار ما ارتكبه من جرائم يعاقب وأكثر من ذلك جزاء سيئة بمثلها لكن هذا إنسان خبيث معاند فالله سبحانه وتعالى يمهله لا يعجل العذاب عليه زين سنة سنتين ثلاث سنوات عشر سنوات عشرين سنة تشوف خلال هالفترة قد يكون ارتكب ملايين الجرائم كلما يرتكب جريمة يستحق عقابا اخر حتى يصل العذاب الى حده الاقصى فحين ذاك الله سبحانه وتعالى يقسم روحه الى النار. مقطع اخر من هذا الحديث الله سبحانه وتعالى من هذه الايه: "هُوَ اجْتَبَاكُم" الاجتباء من الجبي من الجبايه. الانسان يجتبي خيارة الاشياء، عندما تختار انت اذا تروح الى مثلا افرض اه الى مكان. تريد تشتري بضاعه، والاختيار بيدك، تختار افضل انواع البضاعه. الله سبحانه وتعالى اختار افضل الناس لحمل دينه. يعني هو اصطفاهم. فاختارهم لحمل دينه الاشتباء الكامل بالنسبة للأنبياء والأئمة ثم بعد ذلك المؤمنون درجات يعني مثل الأشياء الجيدة أفرض فاكهة جيدة الفاكهة الجيدة لها درجات هذا المثال تقريب الفكرة إلى الذهن الله سبحانه وتعالى جاء على درجات كلها جيده لكن اجود وجيد التفضيل كذلك حتى الانبياء بينهم تفضيل فضلنا بعض النبيين على بعض الله سبحانه وتعالى بالنسبه الى بني اسرائيل يقول واني فضلتكم على العالمين يعني عالم زمانهم بالنسبه الى المسلمين كنتم خير امه اخرجت للناس فالمسلمون أيضا أفضل من بني إسرائيل في زمانهم، وبالنسبة إلى الناس المؤمنين أيضا بعضهم أفضل من بعض، هم درجات عند الله، الله سبحانه وتعالى فضل المؤمنين على الكفار، وفضل بعض المؤمنين على بعض، الذي يعلم افضل من الذي لا يعلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لذا في هذا الحديث ثم قال ابو جعفر فضل ايمان المؤمن بجمله انا انزلناه وتفسيرها يعني يعرف هذه الايه يعرف تفسير هذه الايه يعرف تاويل هذه الايه ويؤمن بان هذه الايه نزلت في من يعرف فضل رسول الله صلى الله عليه وآله ويعرف فضل الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فضل إيمان المؤمن بجملة إنا أنزلناه وتفسيرها على من ليس مثله في الإيمان بها كفضل الإنسان على البهائم وإن الله عز وجل يدفع بالمؤمنين بها عن الجاحدين لها في الدنيا في الدنيا. الله ببركة المؤمنين يدفع العذاب عن حتى الكفار، حتى المنافقين. ومن جملة الإيمان الإيمان بهذه السورة. والإيمان بمعناها، والإيمان بأنها نزلت على من. والإيمان بتفسيرها وتأويلها. الله سبحانه وتعالى يدفع العذاب في الدنيا، لكن هذا دفع العذاب في الدنيا. اما في الاخره فلا لكمال عذاب الاخره، لمن علم انه لا يتوب منهم، يعني مره واحد منافق او كافر، الله سبحانه وتعالى يعلم بان هذا الانسان سيتوب من كفره او من نفاقه وسيموت مؤمنا، زين هذا الانسان الله سبحانه وتعالى لا يقدر عذابه. لكن الذي يعلم بأنه كافر أو منافق ولا يتوب من كفره ونفاقه عنادا ويجحد آيات الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يوفيه نصيب غير منقوص ماكو تخفيف عن العذاب ثم الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يشبه دفع عذاب الكفار والمنافقين في الدنيا ببركه المؤمنين ما يدفع بالمجاهدين عن القاعدين يعني المنافقون الذين كانوا في المدينه كعبد الله بن ابي مثلا واصحابه الذين انخزلوا من الغزوات هؤلاء كانوا يتنعمون بالامن والامان الذي كان يوفره لهم جهاد المجاهدين يعني ليس هناك دافع للعذاب فقط بل تنعم برحمة الله سبحانه وتعالى بس هذا بالدنيا زين هذا في الزمان الذي يكون حجة الله عمر بالجهاد العسكري زين أكو زمان لا يوجد جهادا عسكريا لأن الحاكم ظالم أنت ويا الحاكم الظالم تجاهد منه هو ظالم لازم تجاهده هو لكي يصل الحق الى نصابه زين تجاهد معه الكفار وهو منافق لذا الامام عليه الصلاه والسلام يقول: ولا اعلم ان في هذا الزمان جهادا الا الحج والعمره والجوار في هذا الزمان لا يوجد جهاد عسكري، الزمان اللي هذا الحديث صدر عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام، اخر زمان بني, الأمي بني اميه. زين بني اميه فتحوا البلدان، البعض يقول فتوحات فتوحات، صحيح فتحوا البلدان، لكن اخرجوا الناس من الكفر الى الضلال. لان طريقتهم كانت طريقه نفاق. زين واحد كافر يصير منافق. ما افترق لانه المنافق ايضا كافر لكنه كافر باطنا. مضافا الى انه البلدان التي فتحت ما كانوا يجبرون احدا على الاسلام. لان هذا الامر بدا من رسول الله صلى الله عليه واله لا اكراه في الدين. والحكام الجائرون ما كان عندهم مصلحه في ان يامروا الناس بالاسلام او يجبروهم على الاسلام، بل احيانا كانت مصلحتهم في بقاء الناس على الكفر. ليأخذوا منهم الجزية. فلذلك البلدان التي فتحت أكثر أهلها بقوا كفار. زين شنو قيمة حكومة يرأسها المنافقون يخالفون أوامر الله سبحانه وتعالى مع حكومة كافرة؟ ماكو فرق. لكن أحدهما كفر صريح والآخر كفر باطن. لذا الامام يقول ولا اعلم ان في هذا الزمان جهادا الا الحج والعمره والجوار يعني حسن الجوار يعني ان تستعمل التقيه مع الناس وان تحسن جوارهم فاذا اذا الامام مبسوط اليد او شرائط الجهاد العسكري متوفره وصار جهاد عسكري وجاهدوا في الله حق جهاده جاهد عسكريا لكن إذا الظروف ليست مهيئة وشرائط الجهاد العسكري ليست مهيئة هنا يكون جهادك وحق الجهاد أن تطيع الله سبحانه وتعالى بما أمر أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين